هاي يا جماعه، برحب بيكم واهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد. هنتكلم عن الابراج ونتكلم عن اخر خلاص بقى فيديو شهر مايو. هنتكلم عن شهر مايو 2023، اخر اسبوع اللي هو من اول النهارده من يوم 25 لحد يوم 31 مايو. شهر كان كبيس، شهر كان صعب، شهر كان تقيل علينا قوي، شهر يعني حسيته 90 يوم مش 30 يوم. يعني بصراحه شهر مايو كان شهر مش شهر سهل، بالرغم ان الشمس كانت موجوده في برج الثور، الا ان انا كان عندي ايشوز في موضوع تراجع عطلات. فخلينا نتكلم عن تاثيرات اخر اسبوع في شهر مايو على كل برج من الابراج، مين الابراج اللي لازم تحذر، مين الابراج اللي تنطلق وتاخد بالها كويس جدا. طيب قبل ما ابتدي في الفيديو، بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو تابعوني من جوه مصر، او لاف للفيديو لو تابعوني من بره مصر. قريب تابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه. وكمان قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه شهر يونيو 2023. خلونا نبتدي بالحاله الفلكيه. الشمس موجوده في برج الجوزاء، فده بيدعم الابراج الهوائيه. يعني الابراج الهوائيه شمس الجوزاء بتخفف اي ضغوط موجوده عندكم. ابراج الهوائيه اللي هم مين يا جماعه؟ الدلو، الجوزاء والميزان. انتوا في امان الى حد ما، ان شمس الجوزاء بتهدي اللعبه عندكم، بتهدي الدنيا عندكم. القمر هيبقى في مواقع متعدده، هنشرحه في نص الفيديو. المريخ موجود في الاسد طول الاسبوع. عطارد متقدم في برج الثور. اورانوس موجود في الثور. المشتري موجود في الثور. فينوس موجود في السرطان. نبتون موجود في الحوت. زحل موجود في الحوت. بلوتو متراجع في برج الدلو. بس طيب القمر النهارده وبكره، زي ما اتكلمنا قبل كده ان النهارده وبكره يعني يومين تريكي شويه، لان القمر موجود في برج الاسد والمريخ في برج الاسد. فالنهارده وبكره يعتبروا يومين لطاف جدا وحلوين جدا للابراج الناريه. يعني الابراج الناريه النهارده وبكره انتوا الابراج الاكثر سعاده، الاكثر يومكم حلو، مبسوطين، فرحانين، بتقضوا وقت حلو. الاسد والحمل والقوس ثلاث يومين حلوين، اللي هو الخميس والجمعه 25 و26. قمر القمر الاسد بيدعم الابراج الناريه والابراج الهوائيه اللي هم الجوزاء والميزان، بس برج الدلو يجب ان يحصل. برج الدلو خلي بالكم كويس جدا جدا يا برج الدلو اللي هو ال 25 و26، ممكن تحس ان انت ملان، زهقان، اوف مود، مش مبسوط، حاجه مضايقاك، حاجه تحصل تخرجك بره المود. فبرج الدلو هو البرج الذي يجب ان يحذر، اللي هو الويك اند دي خميس وجمعه. طيب بعد كده يبقى الابراج الناريه والابراج الهوائيه انتم الاكثر حظا في اليومين دول. الترابيين والمائيين تكير تكير، وخاصه ثلاث ابراج يخلي بالهم النهارده وبكره اللي هو 25 و26. واحد العذراء، اثنين الثور، ثلاثه العقرب. الثلاث ابراج دولت يعني ممكن يبقى يوم صعب بالنسبه لكم، يوم تقيل، يوم مش سهل، طاقتكم منخفضه، متضايقين. سرطان و انا شايفه ان السرطان والحوت اللي هو شغل كتير، بس اتس جود، يعني عندكم شغل كتير، عندكم حاجات كتير لازم تخلصوها اون تايم، بس جنرالي يعني انتوا كويسين، يعني مش وحشين اطلاقا. طيب بعد كده سبت وحد والاثنين لحد الساعه 8 بالليل، يعني ثلاث ايام تقريبا، القمر هيتنقل لبرج العذراء التراب. احمدك واشكر فضلك يا رب. يا جماعه انا مبسوطه عشان قمر العذراء بيفيدني انا، عشان انا عذراء انتوا عارفين. وطبعا القمر في برج العذراء اخيرا، انا بقالي اربع ايام بتفحت، بس بتبدا تفوق يا برج العذراء. يبقى سبت حد اثنين قمر العذراء بيدعم الابراج الترابيه، يبقى الابراج الاكثر حظا، الابراج اللي عندهم طاقه لاستغلوا الايام دي، اللي هكونوا مبسوطين فرحانين، بتنجزوا، بتخلصوا اي حاجه مهمه خلصوها، هم ثلاث ابراج مينلي. واحد العذراء، اثنين الجدي بعد فتره تعب شديده جدا جدا. على فكره برج الجدي لما كان القمر موجود في السرطان كان بقاله ثلاث ايام تعبان، فبرج الجدي ممكن يكون كنت تعبان صحيا، كنت تعبان نفسيا، كنت تعبان كده متقوقع على نفسك يا برج الجدي، فبتبدا تفوق. فيعني السبت اللي هو كام؟ 27 و28 و29، الابراج الاكثر حظا هم بالترتيب: واحد العذراء لان القمر في برجه فتبدا تفوق، تخلص شغلك بتبقى احسن. اثنين الثور بعد برضه ثلاث اربع ايام صعبين. ثلاثه الجدي. اربعه العقرب برضه نفسيا بتتحسن، بتجيلك فرص حلوه، مشاكل عندك بتتحل. وخمسه برج سرطان. البرج اللي لازم يحذر ويخلي باله كويس جدا جدا برج الحوت. برج الحوت لازم تحذر وتخلي بالك وتركز، بلاش مشاكل، بلاش خناقات، بلاش تصعيد امور، اللي هو السبت
حد 2 لحد الساعة 8 بالليل. ماشي، ايه اللي هيحصل بعد الساعة 8 بالليل؟ 8 بالليل القمر هيتنقل لبرج الميزان، فبيرجع ميزان موجود بقى يوم كام؟ 30 و31، يعني اخر يوم في يومين في الشهر الابراج الاكثر حظا، ولازم تستغلوا اليومين دول. يومين هيبقوا حلوين قوي لان الشمس والقمر والمريخ بيدعموكوا، برج الجوزاء والميزان والدلو، انتوا الاكثر حظا. البرج اللي لازم ياخد باله كويس جدا جدا بقى اخر يومين في الشهر برج الحمل. برج الحمل ممكن تحصل مشكله مش ما كنتش عامل حسابها، تتخانق مع بارتنر بتاعك، حد يقول لك كلمه تزعلك، حد يقول لك كلمه تضايقك، تبعد عن شخص بتحبه، في مشاكل كتير ممكن تضايقك او تزعلك يا برج الحمل. طيب يبقى نرجع تاني، نراجع الاسبوع كله، كل واحد يقول لي، كل واحد بقى يركز الايام اللي انت لازم تاخد بالك منها والايام اللي كويسه بالنسبه لك. النهارده وبكره 25 و26 قمر الاسد بيدعم مين؟ الابراج الناريه والابراج الهوائيه، بيبقى في مواجهه وبيزعل قوي الابراج الترابيه وخاصه الثور والعذراء والعقرب. الدلو كمان اليومين دول صعبين لان هو القمر في وشك في الدائره الفلكيه في برج الاسد. بعد كده القمر هيتنقل فين يا رشا يا مراد؟ الشمس كل الكواكب الثانيه ثابته، هو القمر اللي بيتحرك، هيتنقل لبرج العذراء، فالحظوظ والطاقه والانرجي والسعاده والانطلاقه وبتخلص حاجاتكم بتتنقل للابراج الترابيه. مين يا رشا مراد الابراج الترابيه؟ 1 الابراج الترابيه هم 1 العذراء، 2 الجدي، الجدي بالذات كمان والعذراء كانت حالتكم صعبه، 3 الثور، 4 العقرب، 5 السرطان. الحوت ياخد باله اللي هم من يوم السبت اللي هم 27 28 29، يومين صعبين جدا على برج الحوت وعلى الابراج الناريه والهوائيه. تخلي بالكم بقى ابراج الناريه والهوائيه ما عدا برج الجوزاء ممكن تبقى كويس. ليه الجوزاء؟ عشان عطارد يعتبر برج صديق ليك ان هو كوكب الحاكم ليك يا برج الجوزاء. بعد كده القمر هيتنقل لبرج الميزان اخر يومين في الاسبوع اللي هم مين اليوم مين اخر يومين في الاسبوع اللي هم كام؟ 30 و31، بيتنقل للميزان فبيدعم الميزان والجوزاء والدلو وبيدعم الابراج الناريه اللي هم الاسد والقوس. اما البرج اللي لازم ياخد باله كويس جدا 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 هو برج البرج اللي لازم ياخد باله كويس جدا هو برج الحمل. طيب برج الحمل على فكره النهارده وبكره يومين حلوين قوي، يعني انت يعني افضل ايامك النهارده وبكره، يعني احلى يومين في الاسبوع. ليه بقى يا برج الحمل؟ عندك تصالحات، حد بيجي يصالحك، حد بيقول يجي يقول لك كلمه حلوه، عندك شراكات عاطفيه قويه، بتقابل حد بتحبه، بتقضي وقت حلو مع حد بتحبه. فيومين انا شايفاهم مدعومين جدا جدا، لازم تستغلهم يا حمل في مصلحتك اللي هو النهارده وبكره اللي هم 25 و26. بس انا كده خلصت. العذراء اي حاجه مهمه بلاش تعملها النهارده وبكره، العذراء والدلو والجدي والثور والعقرب النهارده وبكره ناجل كل الشغل ونركز حاجتنا كلها من اول يوم السبت. اوكي يا جماعه، الاسد انت الاكثر حظا النهارده وبكره، بعدين تاخد بالك 3 ايام اللي هم القمر في العذراء، بعد كده اخر يومين في الشهر انت حلو جدا يا برج الاسد اللي هم لان قمر الميزان بيدعمك. طيب قولوا لي يا جماعه تحبوا نتكلم عن ابراج ايه لشهر مايو 2023 او شهر يونيو؟ هديك اوبشنز: برج السرطان، برج الحوت، برج القوس، برج الجوزاء، وبرج الاسد. اختاروا برج من الابراج دي عشان نتكلم عنها بالتفاصيل. بحبكم جدا جدا، وشكرا لكل حد بيدعمني، وشكرا لكل حد بيكتب لي كلام حلو، وشكرا لكل الكلام الحلو اللي اتكتب علشان عمر فك الجبس. الحمد لله الحمد لله، ادعوا له ان ربنا يعني يوفقه في العلاج الطبيعي لان هو ابتدى علاج طبيعي لمده شهرين المفروض، علاج طبيعي. فيعني لسه قدامنا مرحله كثيره، بس مرحله الجبس دي كانت مرحله صعبه قوي، يعني ربنا ما يكتبها على حد يا رب، ربنا يشفي كل مريض. المرض فعلا صعب جدا، ويعني انا قضيت رمضان السنه دي، رمضان كان صعب قوي بالنسبه لي. فيعني بحبكم جدا جدا يا جماعه، وثانك يو بجد لكل حد كتب لي كومنت حلو من قلبه، يعني شكرا شكرا شكرا، يعني بجد يعني ماتش ابريشيتد لكل شخص فكر يكتب لي كلمه حلوه او دعم من قلبي. يعني طيب قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه وانتوا برج ايه؟ لو بتتابعوني من جوه مصر بليز تعملوا لايك للفيديو، لو تابعوني من بره مصر بليز تعملوا لاف للفيديو، واعملوا شير ومنشن كتير. وهنتكلم بالتفاصيل بقى لكل برج من الابراج اخر اسبوع. شكرا، اي لاف يو، بحبكم، باي باي، مع السلامه، واعملوا منشن كتير كتير. والاسبوع ده يعني اسبوع لطيف ما فيهوش يعني الحمد لله قلق كتير. خلي بالكم بس من طاقه النهارده وبكره 25 26 بس عشان المريخ والقمر في الاسد بيعملوا دربكه شويه. ثانك يو، باي.